عليكم. في هذا الفيديو هذا غادي نجاوبوا على لا كيسيون ديال واش نقدروا نستعملوا لي بيل هيدروليك في لي زوبيراسيون دو لوفاج. دونك كما كتشوفوا في هذه التصويره هذه لا بيل هازا اون شارج وكت يعني كتحرك بها. دونك لا ريبونس هي وي مي افيك دي كونديسيون. يعني في اللحظه فاش كنفكر انني نستعمل هاد لا بيل هيدروليك كوم غرو، دونك خاص يكونوا عندي كاع لي دوكيمون اللي كيكونوا عند لاغري كيوليو كيتابليكاو عليها لي لي كونديسيون ديال لي زيكيبمون دو لوفاج. دونك اول حاجه خاصني نسول عليها قبل ما نفكر نستعمل لابيل في اللوفاج ولا ما نستعملهاش هو المانيول ديال الفابريكون ولا لافيش تكنيك ديال لاغري، يعني اللي عاطيني لو فابريكون واللي فيها نفس السيري ونفس الموديل ديال لابيل. دونك فهاديك لافيش تكنيك لو كونستركتور تيقول لي بلي راه لابيل راه ممكن نستعملها في اللوفاج وكيعطيني لي بوين لي بوين دو لوفاج لي بوندونكراج ديال لي سونغل. مثلا هنايا كما كتشوفوا هذا هو البوان دونكراج. دونك هنايا هذا هو البوان دونك. دونك كما كتشوفوا هنايا لو فابريكون راه عاطيني بزاف ديال لي زيليمون، بزاف ديال لي زانفورماسيون اللي عندهم علاقه بلابيل، اللي هو الريتش ديالها، هذا هو الريديوس ديال فين كتوصل ملي كتسد، يعني لي ديمونسيون ديالها. كاين واحد الطابلو اخر اللي فيه لي ديتاي ديال شحال شنو هما زعما الريتش ديال هاد لابيل هادي، البلايص اللي كتوصلهم في كاع لي بوزيسيون ديال الكودي ولا ديال لي فليش بجوج. ولكن اللي مهم عندنا حنا في هاد لوبيراسيون هادي هو هذا لو بوين دونكراج ديال لي سونغل. جينيرالمون كيكون هذا هو البوان ديال اللي كنديروا فيه لاماراج ديال لي سونغل وديال لا شارج، ماشي هذا. هذا مديور باش نهزو هاد الكودي هذا، يعني لو مومون فاش نبغيو نهزو الكودي نحولوه من بلاصتو كنحولوه بدي سونغل، ولكن كنربطوه هنا. يعني في حاله بغينا نهزوه سوا بهاد لابيل ولا بغينا نهزوه بلاغري، دونك هذا بوان دونكراج ديال بوان دو لوفاج ديال الكودي. مي الا بغينا نستعملو هاد لاماشين هادي نستعملوها في اللوفاج فكيكون هذا تيكون هاد ليليمون هذا هو البوان دو لوفاج هنا، يعني كنأماريو هنا لي سونغل كيتربطو هنا وكنهزو بهاد الشكل هذا ماشي بالكودي. دونك في لي كونديسيون كيما قلنا اللي كنحتاجوهم هما اول حاجه لي دوكيمون كيكونوا عندنا لي ميم دوكيمون ديال لاغري، يعني بحال الكونترول ريغلومونتير لي زاسيرونس لي سيرتيفيكا ديال الكونفورميتي ديال لي اكسسوار دو لوفاج 5 لي دوكيمون ديال لوبيراتور. دونك بالنسبه ديال لوبيراتور ديال هاد ليكسكافاتور خاص تكون عنده فورماسيون في الليفتين، يعني يكون عنده ان سيرتيفيكا دو فورماسيون ديال اوبيراتور ديال ايكيبمون دو لوفاج، ماشي ديال اون بيل هيدروليك. بيل هيدروليك الخدمه ديالها هي ليكسكافاسيون، باغ كونتخ خاص تكون عنده اون فورماسيون سبيسيفيك في الليفتين في اللوفاج، حيت خاصو يعرف لي تيب ديال لي لانكاج، كيفاش يحدد لو سونتر دو غرافيتي ديال لا شارج، كيفاش يدير اون نوت دو كالكول بازيك، يعني يعرف لو سونتر دو غرافيتي ديال لا ماشين، فين ممكن تقلا، فين ممكن ما تفوتش يعني لا شارج ديالها، شنو هما لي زانديكاتور اللي تيقولوا بلي راه لا شارج اولا لا ماشين راه ما كتحملش لا شارج. دونك هادشي كامل خصو يكون داخل في الفورماسيون ديال لوبيراتور، يعني ماشي فورماسيون بازيك ديال كيفاش يخدم الماكينه، يطلق لا فليش ويهبطها ويطلعها ويكحزها لقدام. دونك كيما قلنا اي اوبيراسيون بغينا نديروها راه خاصنا ان بلون دو لوفاج. دونك لي بلون دو لوفاج ما كايناش شي اوبيراسيون دو لوفاج اللي ما كنديرولهاش بلون دو لوفاج، يعني كيما بغات تكون سوا تكون بازيك ولا تكون كريتيك راه خاصنا ان بلون دو لوفاج. يعني ملي كنقولو ان بلون دو لوفاج راه حنا كنبلانيفيو كنديرو البلان ديال هذيك لوبيراسيون دو لوفاج، تنقولو مثلا شنو هو ليكيبمون اللي غادي نهزو، شنو هما لي زيلانك اللي غادي نديرو، البوزيسيون اللي غادي ندير الديبار ديال لا شارج مثلا، البوزيسيون الاولى البوزيسيون الثانيه، ندير لا كومباريزون ديال لا ماشين واش غتقدر توصلني ولا ما توصلنيش. دونك فهاد الشيء كامل غادي يخصني لافيش تكنيك ديال هاد لونجا هذا. دونك لافيش تكنيك ديالو هي اللي كتكون فيها لاباك، يعني لود شارج. دونك فهاد ليكزومبل هذا غادي نشوفو واحد المثال
ديال فيش تكنيك ديال هاد ليكسكافاتور دو 330 كاتربيلار. دونك الا شفتو معايا هنايا هادي لا فيش تكنيك كيكون فيها السومير، من بعد كيكونوا لي زانفورماسيون زعما تكنيك ديال لا ماشين، ديال الموتور ديالها، لو بوا، كاع لي زيليمون اللي متعلقين بها، لي ديمونسيون ديالها، السيستيم هيدروليك. دونك هادشي ماشي هو اللي غادي نحتاجوه حنايا. دونك حنا اللي مهم عندنا هو داكشي اللي عنده علاقه بلوبيراسيون دو لوفاج. دونك الا شفتو معايا هنايا لو كونستركتور راه عطينا كاع لي ديمونسيون ديالها، يعني مثلا فاش نبغي نشارجيها في البورت شار، نبغي ندوزها من شي بلاصه على حسب ديال الكناطار. دونك هادو كاع لي ديمونسيون ديالها اون افون، يعني لي كوب بجوج. حنا كيما قلنا ماشي هذا هو اللي مهم عندنا، دونك غادي نشوفوا لي طابل ديال لي شارج. هاد الدياغرام هذا هو اللي كيحدد لينا لي بروفوندور اللي ممكن توصلهم، مثلا اللي يوصلهم ليكسكافاتور، يعني الا خدمنا الكودي فين ممكن توصل، شنو هما لي ليميت اللي يوصل ليهم في لو مومون ديال الخدمه. دونك جينيرالمون حنا اللي مهم عندنا هو هاد الطابلو. دونك هاد الطابلو هذا كيفاش غادي نقراوه؟ اول حاجه ريتش بوم ليفت كاباسيتيز، دونك كيعطينا لا كاباسيتي ديال لا فليش في كاع دوك لي بوزيسيون اللي ممكن توصل ليهم هاد لا ماشين هادي ولا هاد ليكسكافاتريس. دونك بلي كونديسيون اللي هما هادو، الكونديسيون الاولى هو الا شفتو معايا هنايا كونتر بوا هو ديال 6 طن، هي 6700 كيلوغرام. ثاني حاجه ويزاوت باكيت، دونك اللي غنركزو عليه هنايا هو ملي كنبغيو نستعملو لابيل هيدروليك في اللوفاج، دونك راه الكالكول وكلشي كيدار بلا غودي، يعني كنحيدو لها الغودي باش كنستعملوها اللوفاج، حيت كيما شرحت لكم في الاول ميمكن ليناش نستعملوها بالغودي ديالها على قبل بحال هذا الشكل. نشوفوا مثلا في هذا ليكزومبل هذا، الا درنا لوبيراسيون دو لوفاج، افترضنا ان هذا هو البوان ديال البوان دونكراج ديال لي سونغل، فالا درتهم هنايا وهزيت دونك لي سونغل غادي تهرسوا ليا في هذا لو بوان. دونك الا تهرسوا لي سونغل راه كتنقص لا كاباسيتي ديالهم. ثاني حاجه نفترضوا مثلا اننا استعملنا البوان دونكراج اللي حددوا الكونستركتور اللي هو هذا، درنا مثلا لونكراج هنايا راه كنرجعوا لنفس الريزولتا، يعني هانت درنا بحال هذا الشكل ها هو فوالا لي سونغل عاوتاني راه كيتهرسوا هنايا، يعني واخا نجمع الكودي راه كيتهرسوا هنايا. الا سيبوزون مثلا هزيت تهز الكودي في هذا لو سونس هذا، فلي سونغل غادي شادي يوقع لهم غيتهرسوا بحال هذا الشكل، غيتهرسوا واحد جوج المرات، وسورتو في هذا لو بوين هذا تيكون الراس ديال الكودي تيكون ماضي، دونك يقدر اوندوماجي ليا لي سونغل. ثاني حاجه الا رجع هاد الكودي رجع بواحد لا فيتاس كبيره، دونك غادي تكون عندي واحد لا شوت ديال لا شارج، غتكون عندي واحد لاكسيليراسيون، يعني لو شوك غادي يكون على هاد لي سونغل هادو يقدروا يتقطعوا. داكشي علاش ما كنهزوش بالكودي، يعني لا بليبار ديال لي ماشين راه كتلقى عندهم ان بوين دونكراج اللي محددو الفابريكون، وكما قلنا اللي هو هذا اللي في الراس ديال لا فليش هنا، هاد لو بوين هذا هنا. دونك في كاع لي بوزيسيون خاصنا نستعملو هذا في الحاله فاش كيكون عندي هاد، يعني كاع الشروط اللي قلنا قبيله تحققوا. نرجعوا دابا لاباك ديال هاد لا ماشين، نحاولوا نقراوها ونشوفوا ونفهموها. دونك كيما قلنا اول حاجه هو كنشوفوا في هاد بهاد الكونتر بوا، يعني كنشوفوا مثلا هاد لا ماشين اللي عندها هاد الكونتر بوا كنخدموا بهاد الطابلو. ثاني حاجه كنحيدوا الباكيت، يعني الكودي ديال لا ماشين ما كاينش. الحاجه الثالثه هو في لي بارامتر ديال لونجا خاص يكون عندي الهيفي ليفت اون، يعني اكسيفي الهيفي ليفت. دونك نهبطو شويه للطابلو باش نفهموه. دونك هنايا هاد لي زانفورماسيون كاملين خاصنا نرد ليهم البال، يعني بحال شفتو هنايا كيعطيني لي ديمونسيون هنايا ديال لي فلاش، هنايا كيعطيني لي ديمونسيون ديال الشني، حيت حتى هما عندهم علاقه باللوفاج. ها هو عاطيني هنايا ليبيسور ديال الشني تقريبا شي 60 سنتيم، وعاطيني لاكس ديال هاد الشني مع هاد لاكس هذا راه تقريبا كاينه شي 2 متر و50، 2590 مليمتر هنا بالطول، يعني هذاك الشني اللي كتوقف عليه لا ماشين
عاطيني حتى هو لي ديمونسيون ديالو، حيت مهمين بزاف في لا بريسيون اللي كديرها لا ماشين على الارض. ملي كنبغيو ناخدو البريسيون ديال لا ماشين على الارض، وكنكونوا مثلا عندنا ان رابور ديال لو سول اللي كيعطينا شحال كيتحمل هذاك الارض اللي واقفه عليها لا ماشين، شحال كتحمل ديال لا شارج. دونك باش كنديروا لا كومباريزون كيكونوا عندنا هاد لي ديمونسيون ضروريين، حيت هما البوان دو كونتاكت ديال لا ماشين مع الارض. دونك هنا كيعطيني لا هوتور ديال لا فليش من الارض. يعني الى رجعنا نشوفوا شي صوره كبيره، فهاد لوك هذا راه كيعطيني هاد لي شيل، هاد لي شيل اللي كنهضروا عليه هو هذا. وهنا كيعطيني شحال باش بعيد على لاكس ديال لا ماشين. يعني الا شفتوا معايا هنا هذا هو الماكسيموم، فهاد لو بوين هذا هو الماكسيموم. دونك هنايا الا قلنا مثلا الا قلنا بلي لا فلاش مهزوزه ب 7.5 متر، دونك ما عنديش الكونفيغوراسيون. الا رجعنا لهذاك رجعنا لهذا الدياغرام هذا، وغادي نشوفوا لا فلاش فاش كتكون مهزوزه ب 7 متر. غادي نجيو حتى لهنا نقولوا مثلا هي مهزوزه ب 7 متر، فكاع لي كاد فيغور اللي عندي راه كيكونوا في هذا البيراميتر هذا، يعني غالبا غيكون عندي هنا خاصها تكون من 5 من 5 للفوق. دونك داكشي علاش غتشوفوا هنايا في الطابلو هادشي خاوي، كاين والو هنايا. دونك كنجي هذا هو الماكسيموم اللي ممكن توصل ليه توصل ليه لابيل في زعما في الريديوس في لابورتي. هنا لا فليش يعني الراس لو بوان دونكراج، ملي كنهضروا على هاد لا هوتور هادي راه كنشوفوا لو بوان دونكراج، يعني شحال باش بعيد هاد لو بوان هذا على الارض. هاد دونك هاد لو بوان دونكراج شحال باش بعيد على الارض ماشي لا شارج. دونك نرجعو ليكزومبل ديالنا. دونك كيما قلنا هنا كتعطيني لا هوتور ديال لو بوان دونكراج، وهنا الريديوس. دونك تنجي مثلا كنقول لك كانت عندي لا شارج مهزوزه بمتر ونص وبعيده على السونتر ديال لا ماشين ب 4 متر ونص، فشحال غادي تكون كتهز؟ غادي نديرو هاد لانترسيكسيون هنايا. دونك باش نوضحوا واحد القضيه، هاد السيمبول هذا كيعني ان البوزيسيون ديال لا فليش اللي هي هادي راه اون باراليل مع الشني. ها هو الشني اللي شفتوه هو هذا في البوزيسيون الثانيه، هادي راه لا فليش ها هي، ولكن شني بيربونديكولير معاه، يعني في الجنب هز بالجنب. دونك في هاد لو بوين هذا راه كتكون كتهز اكثر من هاد لو بوين هذا. داكشي علاش جينيرالمون في لي غومارك غادي تلقاو بلي راه ممكن الا هزات بالبوزيسيون، مثلا الا درت لا نوت كالكول درتها في هاد لو بوين هذا، نحيدو هادشي هذا. دونك الا درت مثلا لا نوت كالكول تبازيت على هاد الكونفيغوراسيون هادي، فراه ممكن ندير 360 درجه، يعني نهز لا شارج وندور بها 360 درجه. باغ كونطخ الا درت لا نوت دو كالك درت البلون دو لوفاج وتبازيت على هاد البوزيسيون هي لا باز ديالي، فراه ما يمكنش ندير هاد، حيت الا شفتو هنايا في البوزيسيون فاش كتكون لا فليش اون باراليل مع الشني راه كتهز اكثر من فاش كتكون في السايد، يعني السايد واي كتكون بالجنب. يعني انا درت الكالكول على واحد الطوناج اللي هو قليل ما يمكنش نمشي اللي كبر منه، ولكن الا كنت درت الكالكول على واحد الكاباسيتي اللي هي كبيره فممكن اللي صغر منها ممكن ندوز عليه. يعني هذا بوين اللي خاصنا نردو ليه البال. دونك نحيدو هذا الشيء ونرجعوا لا ميثود. دونك كما قلنا كنشوفوا لا هوتور ديال لا شارج ديال لا فليش شحال ممكن توصل، وميم لا بروفوندور الا شفتوا معايا راه هذا هو الزيرو. دونك هنايا هذا هو الارض، حيت ممكن نهز واحد لا شارج نهزها من هنايا ونبغي نحطها مثلا نهبطها على 4 متر ونص، على اساس ان الراس ديال لا فليش غيوصل ل 4 متر ونص، يعني راه كاينه اون بروفوندور اللي كثر من 4 متر ونص. الحساب ديال لي سونغل مثلا غادي نزيدو لي سونغل مع لا شارج راه تقدر تكون 5 متر ولا 6، مي جينيرالمون اللي مهم عندنا حنا هو هذا الراس ديال لا فليش. لو بوان دونك خاج ديال لي سونغل هو اللي كنحسبو عليه كنديرو عليه الكالكول. دونك هنايا الا خدينا مثلا هذه وبغينا في نفس
لي ديمونسيون ديال 6 متر، كنجي كنهبط بحال هكا، كنمشي بحال هذا الشكل، كنقول فوالا هذه هي الكونفيغوراسيون اللي بغيت نخدم عليها. جينيرالمون من الاحسن يدار الكالكول على كما قلنا على هاد في البوزيسيون اللي كيكون فيها لا فليش اون باراليل مع الشني. دونك فهاد البوان هذا راه كتهز ليا تقريبا 12 طن. دونك الى لاحظتوا معايا هنايا هذا طابلو اخر عاوتاني راه تقريبا بحال ما كايناش شي ديفيرونس اللي هي كبيره، ولكن الفرق فين كاين؟ الى لاحظتوا هنايا كاين في الشني، هنايا الشني عندي فيه 60 سنتيم وهنايا عندي فيه 70 سنتيم. دونك ان فوا كتبدل كيتبدل بارامتر واحد فراه كيتبدل كلشي. ثاني حاجه الشني هنايا فيه تريبل جروزر شوز، وهنايا حتى هو فيه تريبل. دونك كاينين اللي كان اللي غادي نلقاو فيهم مثلا دوبل بحال هذا مثلا دوبل، ها هو فيه 60 سنتيم ولكن دوبل. ملي كنهضروا على هاد الكروزر شنو هو؟ هو في الشني باش نشوفوا شي ايماج ديال فوالا. الى لاحظتوا معايا هنايا الشني فيه واحد البياسات هادو، دونك هاد البياسات هادو كاينين اللي كتلقاهم دايرين بحال هكذا، دونك كاينه اللي كتلقى فيها سنه وحده، وكاينه اللي فيها جوج دوبل، وكاينه اللي فيها تريبل، وكيكون البولون هنا باش كتكون مشدوده في يعني كيكون هاد البولون بحال هاد الشكل. كنهضروا على هاد لابارتي هادي. دونك كل ما كانوا عدد ديال هاد السنينات هادو كبار كل ما الشني كيقدر يعني يديستريبيو لا شارج على الارض. داكشي علاش يعني حتى هذا خصني نرد ليه البال في الكالكول. اذا جينيرالمون هادشي اللي كيهمنا حنايا في هاد الدوكيمون هذا. اذا كما قلنا الاستعمال ديال لي بيل هيدروليك في اللوفاج من الاحسن يكون هو اخر حاجه ممكن نديروها، حيت جينيرالمون لي بيل هيدروليك ما تيكونش فيهم لا بريسيزيون بحال لي غري. دونك كنخليوهم مثلا غير لبغينا نزلو شي شارج اللي ما كتحتاجش البريسيزيون، يعني غادي نهز واحد الحاجه وغادي نحطها وسهل باش ناجيستيها، ماشي بحال شي حاجه اللي غتحط بالمليمتر. حيت كما كتعرفوا لا غري كيكونوا فيها لي كابل وكنقدر نهبط بالمليمتر، وميم حتى الموفمون ديال هاد الرحه هادي ديال لا غري ماشي بحال ديال البيل هيدروليك، يعني هادي كتكون مجهده وكدور بواحد السرعه اللي كبيره. يعني الا جات دارت مثلا لا غري لا بيل فواحد لو سونس فراه ممكن تسوينغي لا شارج، يعني لا شارج تمشي وتجي. ثاني حاجه هو ان ليطا ديال لي بيل جينيرالمون كتكون ماشي بحال ليطا ديال لي غري، يعني الا بغيت نستعملها خاصني نتاكد باللي راه ما كاينه لا فويت ديال الزيت لا غريس لا حتى شي حاجه. لي ميم كونديسيون اللي كنطبقوا على لي غري كنطبقوهم على لي بيل هيدروليك، حيت فهاد لوكا هذا تيوليو دي زيكيبمون دو لوفاج. جينيرالمون ملي كيكونوا هازين التراب هنايا فراه على حساب الفوليوم ديال هاد الكودي هذا راه كنكونوا عارفين زعما الماكسيموم اللي ممكن تهز هاد لابيل هادي، يعني ما كيكونش عندنا داك لو ريسك ديال انها ممكن تقلب ولا. ولكن ملي كتكون عندنا اون شارج راه اللي كيربطنا معاها هو هاد لي سونغل هادو، دونك من بعد لو بوا ديال لا شارج راه يقدر يتبدل، يعني نقدر نهز واحد الحاجه اللي خفيفه ونقدر نهز واحد الحاجه اللي ثقيله. داكشي علاش كيما قلنا اي اوبيراسيون دو لوفاج خاص يدار ليها ان بلون دو لوفاج. لو بلون دو لوفاج راه هو كان بلاني وماشي حيت كاين اللي كيسمع بلون دو لوفاج تيتحاب لي راه خاصو يدير شي حاجه لي اكسترا اوردينير، الوغ كو هو هذيك لوبيراسيون ديال كنعرف شنو هو لونجان اللي بغيت، شنو هما لي ديمونسيون اللي بغيت، لا شارج شحال كتوزن، فين غادي نهزها، فين غنحطها. دونك كي كتشوفوا معايا هاد لاكسيسوار دو لوفاج خاص ضروري نزيدو هنايا لهاد لو بوان هذا، يعني ملي كندير كندير لونكراج ديال لا شارج هنا، دونك في هاد لو بوان هذا خاص يكون عندي هاد لاكسيسوار، يعني كيكون داير بحال هكا و تيكون فيه الكروشي روطاتيف، صافي دير كيكون ان بوان دو روطاسيون هنايا اكسيال باش كيسهل عليا الكيداج ديال لا شارج. الا كنت هاز لا شارج ودير ليها طاغ لاين دونك كتسهل عليا في الكيداج ديالها. باغ كونطخ الا خليتها دايره بحال هكا نيشان فلا شارج الا شفناها من الفوق بحال هاد الشكل غادي تبقى تمشي في هاد لو سونس وغتبقى تعاود ترجع، يعني غتبقى تمشي وغتاخد البوزيسيون ديالها وتعاود ترجع. دونك ضروري خاصني نزيد هاد لاكسيسوار دو لوفاج اللي كتشوفوا هنايا في لا فوتو. دونك هذا كروشي كيكون كنزيد ليه واحد المانيه بحال هكا كتكون شكل
هي اللي كتشدو مع هذاك لو بوان اللي كاين في لا ستركتور ديال لابيل. دونك كنشدو بمانيه بحال هذا الشكل من لهنايا، وهذا هو اللي كندير فيه انا لي سونغل ديالي كيشدو بحال هكا. دونك باش لا شارج كدور على هاد لاكس هذا، يعني ما كتبقاش تلعب، حيت الا كانت مهزوزه في ان بوان فيكس راه غادي تبقى تمشي في هاد لو سونس، وغتبقى تعاود ترجع عاوتاني وتبقى تبالونسي كل خطره غتبدا تاكسيليري. دونك باش نختمو هاد الفيديو هادي غنشوفو هاد لا رومارك اللي كاينه في لي باج تقريبا كاملين ديال اللي فيهم لي زاباك. indicate that the load is limited by hydraulic lifting capacity rather than tipping load. يعني هاد لي الكاباسيتي اللي عندنا هنايا عندها علاقه بالسيستيم هيدروليك ديال لابيل، ماشي زعما بالبوان اللي غادي ممكن تقلب فيه. دونك حتى لهنا غادي نكونوا سالينا لا فيديو ديالنا. دونك ما تنساوش تفاعلوا مع لا فيديو، حيت جينيرالمون ملي ما كيكون حتى شي تفاعل ما كنعرفوش واش لا فيديو مزيانه ما مزياناش، واش عندكم دي كيسيون ما عندكمش. دونك الا كان عندكم شي تساؤل ولا شي حاجه اللي بغيتو تزيدوا تعرفوها في هذا لو بوان هذا، فتقدروا تخليو كومونتير في لا فيديو.